الإنسان يكون إيجابي، وهل الإيجابية مكتسبة أم تولد مع الفرد؟ كل هذه الأسئلة راح تجيب عليها المدربة المهارات الحياتية برديس أصمادي اللي راح تكون ضيفتنا في الفقرة التالية. خليكم معنا. بنشكرك بلال، ورح تكون معنا اللايف كوتش برديس سميرات لتحكي لنا أكثر عن الإيجابية، وهل الإيجابية مكتسبة ولا هي نحن تولد معنا، ولا بالفعل الإيجابية لما دائما إحنا نكون إيجابيين زيادة عن اللزوم بحكي لك أوف هذا كثير يعني مبسوط في حياته، كثير إيجابي، عنده إشي، عنده اضطراب مش طبيعي، يعني انت بكل هالاشياء الموجوده حواليك بتضلك دائما تضحك جد ايش ماله؟ فرح نتحدث بهذا الموضوع اكثر مع برديس. صباح الخير برديس. صباح الخير، كيف حالك؟ اهلا اهلا فيكم. في ناس عندهم اضطراب داخلك ولا هذا البمبي بمبي قلنا عنهم اهلا نحكي. اهلا يلا. شكرا اول شيء على استضافتكم الي، ومبروك انطلاق الدوره البرامجيه الجديده للتلفزيون الاردني، الديكور رائع وحضوركم رائع. الايجابيه هلا بتحبي نبدا فيها انه ممكن لها سلبيات، اذا سال اذا هل ممكن يكون لها سلبيات؟ نعم، حسب ما انت مع مين تتعاملي وكيف عم تفرضي ايجابيتك على الاخرين نوعا ما. أوكي. هل هذا الشيء موجود؟ نعم، في هذا الشيء موجود. فاول شيء الايجابيه حكينا انه هي عباره عن انه اركز على كيف بقدر على احاسيس حلوه في حياتي، هي احاسيس التفاؤل، احاسيس الثقه، احاسيس انه مهما صار انا رح اضلني بخير والامور رح تكون بخير، ورح بالاخر حتى لو مش عارفه كيف هلا مو مبين معي بس انا متفائله انه بالاخر هو خير لي حتى لو مش شايفته. فهي هي الايجابيه وهي اختيار. هلا اذا بدكم نبلش بالسؤال هل في سلبيات الايجابيه؟ نعم، اذا ما كنت عم بتشوف قدامك، قدامك انت عم تحكي معه انه بيكون مثلا بقول لك عندي هيك وصار معي هيك وصار معه اشياء سلبيه بحياته، مرات عن جد اشياء صحه واشياء بتعرفه كيف يعني ظروف اقوى منه. بيحكي لك هذا الشيء، فاحنا من دغري بنطلعه من الحاله فيه يا زلمه اشكر الله انك انت بخير، يا زلمه انه كل امورك ترى احسن من غيرك، احسن من غيرك، منيح انه هيك، منيح انه عندك شغل، منيح انه عندك، فانت ولا سمعت الشخص اللي قدامك ولا كانه حكى شيء، فانت هون في مهاره ما مارستها اللي هي مهاره التعاطف مع اللي قدامك. فهون انت بدك تشعر مع اللي قدامك، بدك تسمعه كما تفرض ايجابيتك عليه، ما تفرض انه ركز على الشيء منيح، يا الشمس كل يوم بتطلع انسى الموضوع، ركز على الجانب المشرق من الحياه. هون انت كانك ما بتسمعه، كانك بتقلل من همه، هو حقيقي بالنسبه له. فعليا اول خطوه نسمع لهم نقول صعب اللي انت مار فيه، مش سهل اللي انت مار فيه يعني اكيد، وان شاء الله بتطلع منها، ان شاء الله بتصير احسن، بس ما في داعي اكثر من هيك. الناس اللي عندهم استعداد بدهم شويه هيك دعم بتبلش تحول هذا الجانب انه لا ركز على الايجابي، وانت مش كل يوم هيك، في ايام احسن، انه امبارح كنت احسن، بتقدر تتفائل بكره حسب قدامك. فمهارة التعاطف مهمة كثير قبل ما نفرض إيجابيتنا على الناس نوعا ما. الإيجابية طبعا كلنا بنعرف قد هي بتعبر عن ثقة بالنفس، وقد أنا ممتنة وعم بشكر ربنا على النعم اللي هي عنا، بينما الإنسان السلبي متشائم، ما عنده رضا، ما عنده قبول بأي شيء، وزي ما حكينا أنا وزميلتي ببداية البرنامج ما بحب يشوف حدا ناجح أو حدا مبسوط. شو في احنا اعراض او تاثيرات بنحسها لما بنقعد مع شخص سلبي؟ أوكي. انا كاهبه مثلا لما بدي اقعد مع شخص سلبي ايش بحس؟ اكتئاب، خنقه، ايش ممكن يصير معي؟ هلا اول شيء بتبدي تحسيها فعلا انت هبه قعدتي مع حدا بعد شوي طلع ليش في غم على قلبي كان سلبيه في شيء نزل ففعليا هي انه اول شيء الوعي على حالي، انا بكون عادي، الشخص هذا فات عندي فجاه ببطل انا مش مبسوطه، اولها ما بتكون مالك مش عارفه مالك، بعدين بتقولي انه قد ما هو احنا كاجسام نلقط طاقه الناس الثانيين حتى لو على اللاوعي نلقط، فاحنا عادي هم ببث امواج انا عم باخذها وبستقبلها لاني انا مش محصنه حالي. شو اللي محصنه حالي؟ كيف بدي احصن حالي؟ هاي انه بزياده الوعي لحالي، كيف انا انه عارفه هذا الشخص انا حتعامل معه اليوم، كل يوم بتعامل معه يمكن، اوكي، ونس اني بدي اتعامل معه بعرف كيف احكي وكيف انه اقلل التواصل معه قد ما بقدر، اوكي لما احكي عارفه انه ممكن يبلش
يشكي ويبكي ويحكي عن الأشياء والبلد والكذا والظروف والرواتب فإيش هون لما نحكي؟ ما بدي أعطيه مادة تزيد تزيد السلبية تاعته، بسمعه ممكن ممكن يمكن تجوز على موضوع الشكوى. زي ما أنت بتعرف في ظروف حياتنا بنمر بصعوبات بأزمات، يعني كلنا عندنا مشاكل، ما في حدا خالي من المشاكل. طبعاً. كيف بدنا نفرق بين الشخص اللي هو حابب يفضفض معنا فترة معينة مثلا هو متضايق من شغلة وبين الشخص السلبي اللي هو شايف الحياة سودة وما في منها أي أمل؟ صراحة هي بالتجربة، يعني مع الشخص كيف علاقتنا فيه. يعني شخص مثلا أنا ممكن أول مرة بكون متحمسة وبتعرف على ناس جداد، بدي أكون مستمعة جيدة وفعلا بسمع والله صح والحياة مو سهلة مرات وهيك، بسمع. بعدين لما أشوف إنه هذا الإشي بتكرر عند الشخص والترند، لا هي قصة أسبوع لا هي قصة شهر يومي، فأنت هون هذا الشخص لا خففي برديس معاه، ما تتعامل كثير لأنه ما رح يجرك. وإذا كان محيط العيلة حدا قريب علينا، شريك الحياة، أخ أب أم، كيف نقدر نتعامل؟ يعني كثير صعب لما نبعد. لك الله بصراحة كثير صعب. هلا هي أول شغلة يمكن غلطة نحكي فيها، إحنا بنفكرها أو بنأمن فيها إنه إحنا بقدر أغيرهم. هلا أنا ما بقدر أغيرهم، بدي تغيري حالك، هاي أول إشي فعلا عن جد بقول لا بقدر أغيرهم ورح يصيروا إيجابي مع الوقت. ما رح يصيروا إذا هم، أنت رح تكوني كيف تتصرفي بيومك، كيف تديري بالك على حالك، كيف تاخذي زي ما قلنا الغذاء اذا بتتغذوا منيح ودير بالكم حالكم، ايش الاشياء اللي بتعمليها يوميا عشان ضلك ايجابيه؟ في ممارسات يوميه بقدر اعملها عشان اضلني ايجابيه، زي حكيتي كلمه كثير حلوه انا بحبها كثير، الامتنان. الامتنان دائما بشكر الله، اوكي حلو عم تشكري تمام، بس فعليا هي ممارسه يوميه. كيف بدها تكون؟ كثير حلو لو بكون ورقه وقلم قدامنا كل يوم. قد ايه حلو انه ورقه وقلم اول ما نصحى او قبل ما ننام، ثلاث اشياء حلوه صارت معي اليوم. بتصيري بكره اوكي بكتب بكره بعده وبعده، بعدين بعد شوي انه شو اكتب خلص كتبت، بتصيري تدوري على الشيء الايجابي في يومك، انه كل يوم بصير انت تدوري. ففعليا بصير عندك هيك بركات تتذكريها كل يوم عن قصد. لولا هيك رح تصيري تنجري شوي للسلبيه. في اشياء انه نجدد علاقتنا مع الله بطريقتنا، انه الايمان بيساعدنا نتذكر نجاحات لنا نجحنا فيها. حتى هم يعني انه ما اوكي بنحكي مع المواضيع اللي بحبوا يحكوا فيها، الاشي اللي بنقدر نجاريهم فيه، بس لما بلشوا شكوا وكذا ما بنعطي ماده صح معك حق وفعلا هيك صار معي، لا ما نعطي ماده تزيد، نسمع بدون ما حد يسمعهم مرات. أوكي. يعني انت كثير بتتضايق انه هيك مرات انا بس انه يعني اكنولج او هيك وافقهم على شعورهم، الشعور ما عمره حدا شعوره غلط، شعورك اوكي لكن حقائق انت شايف العالم طريقه مو صح اوكي ما انا ما بقدر مرات اغيرها، بس شعوره انه متضايق ما بتدوي لا انت مو متضايق، لا هو متضايق ما تقولي له انا مش متضايق. فانت بس هيك ركزي على الشعور، انت ما بتحب لما يصير معك هيك، لما يصير معك هيك هذا الشيء لاحظت انه بضايقك هيك مستمع. بدي انتقل، يعني حكينا عن موضوع مثلا الامتنان والرضا وهو مهم بحياتنا، بس انتقل لموضوع مثلا كتاب ذا سيكريت انا قراته او السر هو انا بيجي بحكي لك كل شيء بتتوقعي يعني امني انه رح يجي، اكتبي خلي معك قصاصه من الورق، صوره بيت، صوره سياره، مكان بدي اشتغل، وضلك فكري فيه بطريقه ايجابيه بيجي. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بيحكي كل متوقع ات، فتوقع ما تتمنى، يعني انت الشيء بدك تتمناه توقعه. فهذا بدخل من اي نوع من انواع الايجابيه؟ نتوقع الإيجابية بتيجينا، أنا حلمي أشتغل في مكان تاني، ممكن مش أوصل لهذا المكان، أوصل لمكان أقل منه نتفة بس ممكن رح يوصلني بعدين شوي. مرات بتطول علينا لتيجينا الشغلة بس بتيجينا وبتيجينا على أحسنه زي ما بحكي. طب كيف بدنا نحن نعطي هذه القناعة والإيجابية؟ وبالفعل هل موجود هذا ذا سيكريت؟ هل هو موجود؟ هلا كتاب ذا سيكريت بس قبل ما تكملي، انا عندي قناعاتي انه في منه بس هلا في ناس بيجي بحكي لك لا. انا في واحد من فيديوهاتي حكيت عن ذا سيكريت، كتاب ذا سيكريت انا شاكره له بشغله، هو من اول الكتب اللي قريتها اللي قالت لي انه تفكيرك بيأثر حياتك. طبعًا. يعني انت بالقبل انه عادي افكر شو ما افكر عادي افكري، يعني بدك يا مخك لك وفكري، بس هو هيك ضوى الضوء زي ما بقول انه ضوالي ضوء فكره انه افكاري بتاثر على حياتي. ما تخلي هذا انه مخك يروح ويجي زي ما بده. احنا مخنا كثير عنده ميل انه عادي وين ما اروح اروح. صح. بس فعليا ليش احنا عم بزيدوا ممارسات التامل؟ ليش عم بزيدوا انه بيقولوا لك المايندفولنس اني اضلني باللحظه الحاليه؟ كل هذا عشان درب تدريب لعقلنا ما يروح ويجي، انه هو اذا تركتيه ليه بيروح للسلبيه؟ على فكره بس هيك نرجع بيولوجي، احنا زمان كان انه لازم نشعر بالخوف، لازم نخاف، لازم نقلق. ليش؟ عشان نعيش بالعالم القديم، نعيش انه ما يجينا حيوان مفترس ولا ما يجينا شيء. فكانت هاي مشاعر الخوف والسلبيه ودير بالك بتساعدنا تو سرفايف ونعيش
البرنامج اللي ونعيش كل يوم بيوم نصحى لثاني يوم. مع الوقت الحمد لله عصرنا صار فيه وأمن احنا بلد انه امورنا متوفره امورنا كويسه، فالايجابيه صارت انه يعني هلا الشيء الجديد نوعا ما انه لانه هلا انه يعني ما في شيء سبب انه خاف حالي، فهي فعلا شوي احنا عندنا ميل للسلبيه لانه من اجدادنا صرنا متوقعين انه صرنا عايشين انه موجود عندنا، بطلنا نحمد ربنا على اللي عندنا، صرنا نعتبره انه باي ديفول جاي هيك هيك، فبطلنا يكون في عندنا الشكر لما لدينا. في هلا هو مهم اني عن قصد نعمله فعليا، انا بقول لا انا دائما بشكر فعلا انا ما يعني انا النعمه كثير بقدرها، بس انه عن قصد انا اليوم ايش بدي، ثلاث اشياء صارت معي حلوه، حدا مرقني بالطريق اليوم، صبحوا علي جابوا لي كوكي مثلا كذا، فانه بدي عن قصد اجيب اتذكر الاشياء الحلوه، يعني ادحش الايجابيه بممارسات يوميه. يعني الصبح انا عندي من اول ما اصحى بكتب عندي زي هيك مذكرات ثلاث اشياء انا ممتنه لها، واخر اليوم ثلاث اشياء حلوه صارت معي اليوم. يعني هذا شيء يومي عندي ثلاث اربع هيك دفاتر، هي ممارسه يوميه مش انه انا بس، انه فعليا مع الوقت بتصير انه بتطلع على الشيء ايجابي. عن كتاب ذا سيكريت بس احكي انه يعني او فكره الافكار بتاثر. هلا انا بحط توجه لحالي، بدي اوصل، بدي هذا البيت، بدي هذه الوظيفه، بدي هذا الشغل، اوكي، بس اللي رح يساعدني اوصل بغض النظر انه انا هذا الشيء قد ايه حقيقي فعليا، شعوري اليومي. اذا انا دائما عندي شعور بالامان، شعور انه انا في ثقه، في اطمئنان، في امل، هذه المشاعر اليوميه رح تخليني اختار اختيارات صح رح توصلني. بس انا خلص حطيت الهدف، ممكن اطلع عليه كل يوم اسكر، بس تشتغلي كل يوم شغلك باحسن مشاعر، مشاعرك اليوميه هي بتقول هذا شخص ايجابي هذا شخص مش ايجابي. اوكي، احنا كيف انا، طب انا دائما ايجابيه، سؤال هل دائما ممكن نكون ايجابيين؟ لا طبعا اكيد احنا ما بنقدر، احنا بشر طبعا. اوكي احنا بشر، ففعليا بتجينا هذه الموجات اللي بحكي عن انه موجات بتطلع وبتنزل. هل انا يعني خلاص بطلت شخص ايجابي اذا انا اكتئبت فديس بطلت ايجابي ما تحكوا معها؟ بتجينا هاي الحالات هون التست لنا والاختبار، لما انا اكون مش بطلت مشاعر بالسعاده اليوم شو بعمل؟ هل انا بضلني هيك؟ طيب بتذكر ايش الاشياء اللي بحبها، اوكي برجع مثلا للجورنال هاي المذكرات، او بطلع امشي، يعني المشي دائما بيرفع معنوياتي، اوكي بمشي بحكي مع حدا من الناس اللي بحبهم اللي بيريحوني، اللي مش رح يذكروني بالسلبيات، رح يقولوا رح يسمعوني، رح يقدروا يسمعوني بدون ما يحكموا علي، واقول لهم اللي صار معي 1 2 3 برجع احسن. طبعا بفصل السوشيال ميديا لحظه انه لما اكون هيك بوضع سلبي، السوشيال ميديا كثير سهل انه تجيب لي اشياء سلبيه. فانا اول شيء بالسوشيال ميديا كمان عندنا مسؤوليه، انت مسؤوله مين عامله له فولو، يعني انا مسؤوله مش انه السوشيال ميديا سلبيه، انت لمين عامله فولو اصلا، حق علينا احنا لمين عم نعمل فولو، بتاخذي هاي الطاقه من هاي فانت شو بتشوفي شو بتسمحي يوصلك اولا هذا اختيارك، ثاني شيء انت شو بتبثي على السوشيال ميديا. هل انا مفكر انه يعني لحظه ايجابيه قليله يعني ما بتلاقيها، وناس تتردد يعني كأنه البلد بخير، كأنه أنا ممنوع أكون منيحة، يعني ممنوع أكون سعيدة، ما بنسمح لحالنا نشعر بالسعادة. هذا ما بيعني أنه أنا ما بعرف الأخطار الموجودة. نحن إذا ضحكنا بحكيك الله يجيرنا من هالضحك، إذا فرحت زيادة صرنا منخاف، عم نخاف إنه ننبسط، عم نخاف على نفرح. بتعرفي كافي هاي مسؤولية أهالينا، يعني من وإحنا صغار ربونا على أشياء للأسف كتير منها أشياء غلط. يعني شو بتعطينا نصيحة للأمهات كيف تربي ابنها الصغير زي ما هي بتعلمه كيف عم بيأكل، كيف عم يمشي، كيف عم يحكي، مفروض نعلمه إحنا كيف يكون عنده ثقة بنفسه، كيف يفكر، استقطب الإيجابية، يحس إنه هو قادر يعمل. بينما للأسف في أبهات تسمعي بيكون يقول لابنه للأسف أنت إنسان فاشل، أنت ما رح تنجح، أنت ما رح تتوفق، أنت فهذا الإشي زي ما قلنا إحنا الإيجابية بعقلنا الباطن، شو ما عم بنفكر صح. وخاصة إحنا يومي بتعرفي كم كلمة بنحكي مع حالنا؟ 5000 كلمة، 80% من هال5000 سلبي للأسف. فإحنا لازم نكون من داخلنا أوايا ونحس قدي بنقدر نعمل هذا الشيء. زي اللي بيروح بيقدم على شغل بيقول لك أنا مستحيل يقبلوني، مستحيل أخذ هذا الشغل، يا الله. وفعلا ما بيقبلوا لأنه طاقته السلبية راحت معاه لهذا المكان وما اشتغل. بينما ما بتتوقعي هذا المكان بيحكوا معك بتشتغلي، لا بس شوفي صدقيني كل مكان أنت رحتي عليه وقلتي لا رح أشتغل ورح أثبت حالي ورح أخذ هذا الشغل، بتلاقي أنه فعلا اشتغلتي وأخذتي اللي بدك إياه. صحيح. هلا اذا بنرجع للاطفال كيف انه فعليا احنا لما نولد اتوقع بيكون عندنا هذا الميل الايجابيه، انا انه انا بدي يعني بدنا حب، بدنا اهتمام، بدنا حنان. بشوي شوي بلش نتعلم مهارات بالحياه، بنفشل وبننجح. كيف المشي؟ اول شيء فشلنا بعدين نجحنا. بنعامل المشي كانه شيء غير، اما اي مهاره ثانيه لا مش زي المشي، يعني احنا عارفين اخرتهم رح يمشوا صح، ضلينا نقول لهم جربوا. بس المهارات الثانيه بيقول يا انت شاطر بالرياضيات يا مش شاطر، يا بتفهم هذا الشيء يا ما بتفهم. اعطيناه صفه بسموها العقليه
ثابتة. إحنا الأهل المعلمين كثير مهم أنه قديش أنت يا أنت شاطر بالشغل يا مش شاطر. ففي جملة بحب لسه مش شاطر بهاي الإشي لسه قدي حلوة يت بقولوها لسه مش عارف أعملها لسه. فأنا لسه يعني شو يعني أنا بقدر أنمو عقلية النمو هاي شغلة بنقدر مهل صغار من هلأ نقول لسه ما بتعرف تعمل هاي الشغلة يعني إيش عم بعطيه أمل إنه بس لما تجرب لما تحاول رح تعرف. في كتير إشي بحكي دائما إنه حسب كتاب مايندسيت كتير أحلى الكتب بهذا الموضوع. نعم. بقول لك يا أنت ذكي يا مش ذكي. نعم. هاي صفة الذكاء حتى لما نوصفها للأطفال خطرة تخيلوا. فايش احنا نركز طب كيف بدي امدح الولد احكي له انت كثير حاولت كثير جربت قعدت نص ساعه وانت تجرب جربت تحل هذا الموضوع وصلت له او تحاول تحل هاي البازل. احنا الوقت داهمنا يعني صراحه بس مهم انه نحكي لابننا انك انت كنت شاطر بس رح تكون اشطر انك انت بتشتغل لحالك ورح تشوف انه بيوم من الايام انك رح تتغير انك عم تشتغل لحالك. بدي اشكرك برديس ميرات على تواجدك معنا لكم. وانت كمان بتعطي ايجابيه للامانه. شكرا كثير. شكرا لك.